في نقطتين أخيرات نعلق عليهن إن شاء الله تعالى. بالنسبة للسعودية وزيارة هذا الإمام إمام الحرم، دي ما تخلينا يا ناس نحن نشتم الناس زي ساي من غير ذنب. الناس زي الناس على العقيدة الصحيحة نحسبهم والله حسيبهم، ويدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة، ومعالم السنة فيهم ظاهرة. يا أخي ناس الصلاة الأذان يأذن الدكاكين تقيف، امشوا الصلاة، ساوين هيئة عديل، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيت متبرجة ماف لافة، شاب شايل له عود ماف، نجوم الغد بغادي ماف، أغاني وغاني ماف بغادي، سيرك دور فرفور مين الصادق حسين صادق إمبراطور جد بغادي ماف. بلد بلد تدعو إلى الفضيلة، علماء يكشفون أهل البدع، اللجنة الدائمة ترد يبوليها، أمش أقرأ فتاوى اللجنة الدائمة، عندهم باب عديل في التصوف، وأسئلة توجه بيجاوبوا بوضوح بوضوح ويتكلموا. من أسود هؤلاء الشيخ صالح الفوزان في كتابه شرح السنة، تعليقات على شرح السنة للبربهاري، يرد على الصوفية. في كتابه نواقض الإسلام يرد على الصوفية. في كتابه ده العقيدة الصحيحة يرد على الصوفية. في كتابه شرح الأصول الثلاثة بيرد على الصوفية، خاصة في آخر الكتاب، وفيه تفصيلات في مسألة الحاكمية، ودي رد على السرورية اللي بياخدوا فتواوى هنا أو بياخدوا كلامه هنا. فهمت؟ ده الشيخ الفوزان. من ناس من العلماء هناك رحمه الله، منهم عبد بن حميد، ده يرد على الصوفية في الحرم اللي واسي ده إمامه. من العلماء هناك الذين يدهم واضحة في نشر دعوة في دعوة نشر الدعوة السلفية وبيان التوحيد والرد على الباطل، الشيخ علي الحذيفي القارئ المشهور يرد على الشيعة، وديل من أهل البدع من أهل الباطل، الشيعة الروافض يرد عليهم في المنبر فوق هناك. من العلماء هناك الموجودين ويردون على الصوفية وعلى أهل الباطل صالح ابن عبد العزيز، وده ألف كتابا سماه هذه مفاهيمنا في الرد على كتاب مفاهيم يجب أن تصحح، وده كتاب صوفي اسمه محمد علوي المالكي، رد عليه ولا ما رد عليه؟ رد وناقش الشبهة دي، وده كتاب قيم الناس تقتنيه وتقرأ تستفيد منه. من العلماء هناك من الأسود، عشان ما تقول دراسة السلفية، ده الرؤوس السلفية هناك، منهم عبيد ابن عبد الله الجابري، ده مش بيرد على الصوفية ساي، ده بيرد على الغامي، على منو ذاك اللي بيبكي ذاك صالح المغامسي، ده برود عليه وبقول الزول ده جاب قصة صوفية، وزول في قباء جاب قصة صوفية ده كشفه، ده باقي لكن مشى للصوفية يسوي له شنو؟ يا ناس من العلماء هناك عبد الرحمن ابن محي الدين، ده من العلماء المعروفين عند السلفيين، احسبه والله حسيبه. من العلماء محمد بن هادي المدخلي، ديل ما كان يجيبون، ديل نجيب فرتق المسيد، والله واحد يجيب بي جاي واحد بي جاي واحد بي غادي كذي، اكش يمسكوا الميكروفونات دي، المسيد ده شد بجوط وبتدور شكله، والشغله دي هنا، وديل بيفرتقوا الجماعه، في ناس هنا بفرتقون منتسبين لأهل السنه، خلي ديل يا ناس عشان كذا الناس ما تستعجل تطعن في البلد ديك زاي، ديك بلد محترمه يا اخي، بلد تنشر التوحيد تنشر السنة، انت تمش الليلة تمش بعلم بيحترموك. ما في واحد من الحبشة من الأحباش أفضل مني ومنك، أحسبه والله وحسيبه. وما عيب أني أنا المسجد اللي كنا فيه واحد من الناس اللي عندهم العنصرية قال
الجماعة اللي بيغادي ديلك بيقصد الناس اللي بيقولوا الدعوة تستمر وفلان ده يقعد وكذي وكذي. قال ديل فيهم أحباش، فيهم أحباش الناس ديل، يا زول الأحباش ديل فيهم بلال رضي الله عنه أفضل مننا شت ولا ما أفضل؟ أفضل. ده الأحباش ديل هاجروا لهم الصحابة لأنه عندهم إنصاف. ديل فيهم كلام، أما المسيء منهم هذا له شأنه، والذي فيه خير فيه خير. من الناس ديل محمد أمان الجامي، ده يا أخ عالم عجيب، وده في العقيدة والله تسمع عليه تستفيد، منضبط انضباط عجيب، ورجل له من العلم ما له، وحتى علماء سعوديين بينصحوا إلى استماع أشرطته، كالشيخ الفوزان لما يتكلم عن السرورية قال في شريط في السرورية رد عليهم الشيخ الدكتور أخونا الدكتور محمد أمان الجامي، رد على السرورية. ياخذ عالم عجيب جدا، ده من الحبشة مشى هناك سعوديين بيقعدوا يسمعوا له لأنه عنده علم، لأنهم بيحترموا العلم هؤلاء الناس. فأنت أخ ما تستعجل، الناس ما كمان تردم السعودية تقول السعودية اتغيرت ولا ما تغيرت. السعودية ده القاعدين، ده الزول ده جابوا ساي من الحرم، جابوا ناطي ساي، الله يديك توب يا زول. أوعك أنا قالوا ماشي هناك بالطريقة دي أظن بيشطبونا ذاتهم وبودونا ذاتهم والله، لكن ما مشكلة ما يودونا نقعد في البلد دي. قال لك نحن غالبنا ماذا نمشي هناك نتعلم، لكن في ناس كتار مشوا قعدوا لبدوا هناك، ضربوا المندي وأكلوا تمام شبعوا، ضربوا المكيف وقالوا نحن نشرب من مويه الزمزم ونلبد ونضرب الراحة دي ونعبد الله تمام، تعبد الله تمام هناك آي وبلدك دي، وأنذر عشيرتك الأقربين، تخلينا نحن شباشبنا مغبرة وفي العكاكيز ويدقوا فينا، وبعد المغسة دي يجينا إمام الحرم يمغسنا زيادة، يقعدينا دي وما غسلنا ديل بجنبه، ما زلنا نازية ديل دا إسماعيل عثمان جاري أنصار السنة وراه كر أرح للكباشية، ها جيبوا السمانية، أها أرح لجاي الأنصار أنصار المهدي ماشيين، ده شغال ونحن في نص ديل، ديل يحاربونا بإجاي، ديل يشاكلونا بإجاي، بغادي الصوفي يقول لنا وهابي، بإجاي ذاك اللي بيسب الصحابة ذاك يقول لنا عزبجي، بإجاي ذا يقول لنا مرجئ، ياسر الزنجي يقول لنا مرجع، بإجاي ناس ذلك التكفيريين كذابون، أنتم الكذابون. يا ناس الناس بتشتم فينا والله الذي لا إله غيره، احنا ركبنا حافله اننا نقعد مقعد نص، ما بقاعدونا مقعد نجيض لانه البيجاي مشاكلنا والبيجاي مشاكلنا، والسواق الراكبين برانك ان دخلنا في بحر ولا مصيبه، لكن احتراما للباقين ديل نركب موتر نجي ماشيين في الطريق ينبزونا، نقعد في البيت جماعه يشاكلونا، يا ناس مشاكلكم كثيره نشاكل كدي لما نموت. الله الذي لا اله الا مش في دين الله، لا ننشر كذي. الكان بيقول لنا مؤدبين وبسبب الحق، قال ما مؤدبين كتر خيرك جزاك الله خير توب لربك. والكان بيقول لنا انتوا ناس عندكم علم، هسه بيقول يقول اجهل اهل الارض، كتر خيرك نحن جهلة لكن الله ورانا الحق. من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.